سلام البنات، مرحبا بكم في قناة طاليا لايف ستايل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا راني لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بجولة في كيابي تاع ستيل اللي راهم هنا في سانتيتيان. كيابي هايل بزاف، داروا واحد الماغازان هايل وفيه لو شوا بزاف هايل، خاصة للمحجبات. تبعوا لا فيديو للنهاية باش تشوفوا الجديد كامل. اليوم صورت لكم غير الحوايج تاع النساء، المرة الجاية نصور لكم تاع الاولاد الصغار وممكن تاع الرجال، يعني ما عندي حتى مشكل. المهم قولوا لي فقط في التعاليق وشي الماغازان اللي بغيتوا ندير لكم فيه جوله، حطوا لي في التعاليق وانا ندير لكم جوله. كما قلت لكم ستيل مش بعيد عليا بزاف، راهو قريب، يعني قادره في اي وقت نروح وندير لكم جولات بزاف. تبعوا يعني تبعوا معايا واشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس، هكا دائما يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون تاع لي فيديو تاعي جديد. نخليكم تشوفوا الجديد وتشوفوا الجولة هذه ونتلاقاو في نهاية لا فيديو.
لحقنا لنهاية الجولة، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا ديتوا فكرة على الجديد. كما قلت لكم ممكن المرة الجاية نصور لكم لبارتي تاع الأولاد الصغار، تبعوا معايا وضغطوا على الجرس خاصة باه ديما تلحقكم لا نوتيفيكاسيون تاع فيديو جديدة. وما تنسونيش بالتشجيعات باللايكات، وما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، هكا دائما يلحقكم كل الجديد. انا خليكم ونتلاقاو في الفيديو القادمة ان شاء الله.